بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا النهاردة يعني فعلا بأشعر بفخر كبير وسعادة كبيرة إن أنا أقوم بتسجيل هذه الكلمة لأبنائي من كلية اللغة والإعلام، أحدث كليات الأكاديمية ونموذج فريد فعلا للتعليم المتميز اللي احنا في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا النقل البحري أخذنا على نفسنا عهد إن احنا فعلا لا نقدم إلا التعليم المتميز اللي نابع فعلا من رؤية لإمداد أمتنا العربية ومصرنا الحبيبة بكوادر بشرية متميزة في مجال من أهم المجالات اللي احنا كلنا فعلا شايفين قد ايه احنا محتاجين كوادر في الإعلام. الكلية بتمتلك من الإمكانيات والقدرات البشرية والمعامل والاستوديوهات وبتمتلك طلبة فعلا كانوا على قدر المستوى وقدر المسؤولية، فخور بيهم بعتز بيهم، وهم النهاردة اللي بيسجلوا لي هذه الكلمة، وده يقول قد ايه هم واثقين من ذاتهم واثقين من أنفسهم، قد ايه هم تم إعدادهم بشكل متميز. فده يعني بيدينا ثقة في أنفسنا لما يجي الجامعة الأولى في أسبانيا وفي الاتحاد الأوروبي يجوا يعملوا تقييم لما نقدمه في هذه الكلية، يلاقوه فعلا على المستوى اللي هو بيطبق هناك. فكان القرار منهم انهم فعلا يوافقوا على منح شهادة مزدوجة ما بين الأكاديمية وجامعة أوتورما برشلونة معتمدة من الاتحاد الأوروبي. فطبعا ده شيء بيأكد فعلا قد ايه أبنائنا متميزين، لان هم كانوا عنصر رئيسي وعنصر هام في إقناع شركائنا في أوتونوما برشلونة بفعلا جودة ما نقدمه من عملية تعليمية. فأنا أقول بشكر أبنائي طلبة كلية لغة الإعلام بالأكاديمية وأقول لهم ألف مبروك، أنتوا الأمل، أنتوا المستقبل. طالما في شباب يبقى الواحد متفائل والواحد مطمن. فخور بيكو، سعيد بيكو، بشكر أساتذتكو، بشكر عمادتكو، بقول لهم لسه منتظر منكو الكثير والكثير. فعلى بركة الله وألف مبروك وهنيكو في حفلة تخرجكو قريبا بإذن الله تعالى. Media in Arabic is very important, but it only addresses people who can understand Arabic. To have media and translation people who can communicate fluently in different languages is the main aim of the College of Language and Communication. Formalized curiosity. Research is seeking the truth. Research is knowledge, and in our college we focus on research. It actually differentiates between leaders and followers. With the whole world coming together through information sharing, the CLC prepares translators to become mediators between different languages and cultures. Designing for media is a way of life and a point of view. It involves visual communication, talent, skills, creativity, and technology.
language and translation department بنتعرف على انواع مختلفه من الليتريتشر زي النوفل والبوتري والدراما لكبار الكتاب والادباء العالميين. عشان نبقى مترجمين متخصصين بندرس انواع مختلفه من الترجمه، منها legal translation, media translation, script translation، بالاضافه الى simultaneous interpretation او الترجمه الفوريه اللي هي اعلى مستويات الترجمه، ودي طبعا مطلوبه بوفره في سوق العمل. الدراسة في CLC بتساعدنا ان احنا نقدر نفهم الـ Visual Communication Concepts وعلاقتها بالإخراج الإعلامي من خلال دراسة بعض المواد المتخصصة زي Directing, Filmmaking, Editing, Documentaries، وده بيساعدنا ان احنا بعد كده نعرف نطلع شغل Professional. وده طبعا من خلال التجربة العملية. شكل الدراسة عندنا بيتكون من 70% عملي، وده بيتيح لنا الفرصة اننا نطبق كل النظريات المتخصصة في الإعلام بشكل إنتاجي زي برامج التيفي، إنتاج الراديو، دوكيومنتريز، شورت موفيز، الإلقاء وكتابة المقالات الصحفية. أنا بمثل اتحاد الطلبة في كلية لغة وإعلام. فأول اجتماع لنا مع دكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية، طلبنا منه إن إحنا نعمل ميديا كافرج تيم ونغطي كل إيفنت بتحصل في الكلية، وكان من أهمها لقاء السفراء والوزراء العرب وسفير فرنسا وقائد قوات البحرية. من أجمل حاجات اللي بتوفرها لنا CLC إن هي بتدينا فرصة إن إحنا نتقابل مع إعلاميين متخصصين في كل المجالات، لأن دايماً الكلية بتدعوهم هو بيجوا يزورونا، وكمان بيدونا ورش عمل وندوات وبيشوفوا شغلنا وبيقيموا عملنا، وأكيد بنستفيد من خبراتهم العملية. وكمان الكلية بتدينا فرصة ان احنا نسافر ونروح سبين ناخد كورسز هناك في جامعة أطانا في برشلونة، وكده نتخرج بالدول سيرتيفيكت ما بين الجامعتين. احنا في كلية اللغة والإعلام بنتدرب في مختلف المجالات الإعلامية، وأنا عن تجربة شخصية في مجال العلاقات العامة دربت في شركة انترناشونال، وده انعكس على دراستي وفهمي للإعلام. من أكتر الحاجات اللي بحبها وكان نفسي أشتغل وأتخصص فيها فعلا هي الراديو، ولأن كليتنا بتوفر لنا استوديو كامل بكل المعدات اللازمة، أتيحت لي الفرصة إن أنا أتمرن وأشتغل في الراديو بشكل متخصص. الكلية بتنظم رحلات لمراكز صحفية ومؤسسات صحفية ومتاحف، وده بيخلينا نتعلم على أرض الواقع. Join us!